بدل ما نناقش قضايا تنفعنا خلينا من اللي تنفعنا، بدل ما نزرع قيم خلينا حتى من القيم، بدل ما ننمي مهارات عند الشباب، بدل ما نزرع عزة، بدل ما نوضح قضية، ماذا يعطي؟ تسطيح فكري. خلي اهتمامات الشباب بقضايا تافهة جدا، بالإضافة تحريض على انتهاك الخصوصية والتجسس والفضول، الحث على تجسس والفضول، هذا يعني صار عادي الآن، وتقديم هؤلاء التافهين كقدوات للناس. طبعا في استثناءات نادرة فيهم، لكن بشكل عام معظمهم تافهين وتافهات، يصبحون هم القدوات، لما يأتي إلى البلد يستقبلون بالمطار بالآلاف. إيش هذه التفاهة؟ ما هذه التفاهة؟ ماذا قدم هذا لمجتمعنا؟ ماذا زاد من نهضتنا؟ هذه بنت التي يعني رقصت واهتزت، وماذا قدمت لنا حتى نجعلها قدوة ونجعلها؟ أنا أعرف علماء من أعظم علماء الأمة لا يعرفهم أحد، وهؤلاء يلمع لهم. يا إعلام اصحى، يا أمة اصحي. أضيف إلى هذا حجم التصويت، هذا كله أموال، استنزاف أموال المراهقين عن طريق التصويت، وكله يصنع في النهاية ماذا؟ يصنع عالم وهمي منفصل عن الواقع، منفصل عن مشاكل الشباب. الأمية تنخر في العالم العربي، البطالة تنخر في العالم العربي، الاستبداد ينخر في العالم العربي، الربا ينتشر، الفساد، وإحنا نشغل الشباب بكم واحد تافهين يتنافسون على أمر تافه. مصيبة، مصيبة لما ينزل الإعلام إلى هذا المستوى. أنا أفهم الترفيه، شد الانتباه مع إمتاع، لكني لا أفهم الترفيه انحطاط أخلاقي وانحطاط قيمي وانحطاط فكري وانحطاط بالقدوات. أنا لا أفهم الترفيه بهذه الصورة. بدك تقول لي 10 أسامي لاعيبة كورة، عايزك تقول لي بقى 10 أسامي مطربين، عايزك بقى تقول لي 10 أسامي صحابة. لا مش هقدر أكمل. عايزك تقول لي 10 أسامي مطربين. طب عايزك تقول لي مثلا أسامي لعيب الكورة. طب عايزك تقول لي 10 أسامي صحابة. ليه؟ صحابة؟